بالنسبة لمن يصلي قاعدا في النافلة خاصة ما يسقط الجلوس، هل الأفضل كما جلست بين السجدتين أو التركع وما يسقطه؟ كلاهما جائز، إذا صليت جالسا في النافلة أو في الفريضة ولم تقدر على القيام أنت مخير أنك تتربع أو تجلس مفترش أو متورك، المسألة بالخيار والحمد لله، ما فيها تعين صفة معينة في الجلوس. نعم، صلي جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض جالسا ولم يبين كيف يجلس، دل على أنه يجوز على أي صفة. نعم.